فصل آخر من فصول العلاقة الخفية بين جماعة الإخوان ونظام الملالي الراعي للإرهاب يكشفها مسؤول إيراني. أمير عبد اللهيان مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية يكشف عن لقاءات سرية عقدها المسؤولون الإيرانيون مع وفد أرسله الرئيس المصري المعزول المنتمي للإخوان محمد مرسي. عبد اللهيان أقر أن الوفد الذي أرسله مرسي حضر إلى طهران وعقد اتفاقيات مع الإيرانيين لم يتم كشف تفاصيلها لوسائل للإعلام أنذاك. وبحسب شهادة عبد اللهيان طلب الوفد الذي أرسله مرسي لقاء قائد ما يسمى فيلق القدس قاسم سليماني، وحين التقوا به وجه لهم سليماني ما أسماه عبد اللهيان بالنصائح التي لو استمعوا لها لما سقط حكمهم. طبعا أهم نصيحة كانت إيه؟ إنه يبقى عندكم الميليشيات بتاعتكم، إنه يبقى عندكم الجيش بتاعكم، إنه يبقى عندكم البوليس بتاعكم. طبعا هم ما عملوش ده لأن هم ما لحقوش يعملوا الكلام. العلاقة بين الإخوان وإيران تطورت حين عقدوا اجتماعا آخر بعدها بعام استضافته تركيا وأشرف عليه سليماني، واتفقوا خلاله على استهداف الدول العربية وفي مقدمتها مصر والسعودية، وهو الاجتماع الذي اعترف به قيادات الجماعة المتطرفة. ماذا كان هدف اللقاء أو ماذا كان الهدف من هذا الطلب؟ تحدثنا عن كل قبائل المنطقة. لماذا لم يعلن من قبلكم عن اللقاء في حينه حتى لا يترك للقيل والقال؟ كانت المصلحة تستخدم المصلحة تظل لها كذا. شواهد تؤكد التحالف بين الجماعة التي خرجت من عباءتها أخطر الجماعات المتطرفة والنظام الأول الراعي للإرهاب في العالم، وتآمرهما على استهداف دول المنطقة